ايه ده؟ شبكتك كم جرام؟ هتهدي يا بنتي يا ليلى، في ايه؟ كم جرام يا عريسي؟ 500 جرام. وانت جبت للي قبلي كام؟ كيلو. نعم، يعني انا نصها؟ وليه يا اخويا وجع قلبك؟ ما تروح لكاملة الكمل، ليه تروح لنص اللي كان عندك ده؟ حتى يبقى عيب عليك. مش كده يا ليلى، بنت الجن ليلى، بنت الجن. شوف بقى لما تتجوز بنت الجن تجيب لها ايه. من عينيا، وانا هكمل لك شبكتك بكره زي ما انت عايزه، زي اللي قبلك. وانا يا اخويا مش زي حد، انا ست البنات، الضفر اللي بطيره برقبه كل النسوان اللي على ذمتك وكل الحريم اللي عدوا على خيالك. يا بنت الجن، انا هعمل اللي يرضيكي. زياده 500 جرام. حصل. عالكيلو. حصل. وفرح تهرب تخلي الليل نهار والناس تاكل وتشرب وتدعيلي. حصل. اما نشوف ست قدريه. ايوه يا اخوي. ما تتعتعي كده على المطبخ كوبايه شاي كبيره كده وتكون تقيله تغلي يجي ربع ساعه. عيني. هو ايه ده اللي عيني؟ استني ياما. بقول لك ايه يا اخويا، لا مؤاخذه كده، انت راجل غريب، يعني ما تجوزليش عشان اقعد معاك، اخاف على نفسي اتفتن. ماشي. ماشي يا بنت الجن، كلها بكره ورحمه امي. ده قرقشك زي السمسميه اللي بقى قرقشها في المولد. لما يجي بكره يبقى يحلها ربنا. شرفت يا اخويا ونورت. تكون بعافيه. يا عافيك. بيتك 60 نيله. يا ليلى يا خايبه، بالراحه على الراجل شوي. النهارده يجيب كيلو، بكره يجيب 2 كيلو، لكن تقف قدامه كده تطفشيه يا بيتي. يطفش ده ايه؟ وحياتك عندي يا قدريه، هبيعه هدومه اللي بره واللي جوه عن طيب خاطر. مالك يا وليه، في ايه؟ خايفه. اصل عبد الهادي قال لي افكر، لو قلت هبقى في بيته من بكره. وبتفكري يا وليا؟ ما هو ده اللي مخوفني. ما هو لو عارف موضوع انا وسليله هيقتلني ويقتلها. سليله ده ايه؟ انتي تخشي البيت من هنا وتركبي وتدلدلي رجلكي من هنا. يا قدريه، طالما يا اختي نفسه جت وراح لك، يبقى انتي اللي جايه وهي اللي راحت. تفتكري؟